ويعتبر ده نوع من اسهل انواع التين الشوكي اللي ممكن ستك تزرعها في المنزل. كل اللي احنا محتاجينه فقط هو ان احنا ناخد البذور وهنبدا نخمر البذور لمده 24 ساعه في المي. بعد كده هنبدا ناخد البذور دي ونزرعها. هنصرها على سطح التربه، هنصر البذور على سطح التربه ونغطيها بالتربه. الطريقه دي هنطبقها في نهاية فصل الصيف، مش هنطبقها في الشتاء، نهاية فصل الصيف أو في أي جو يكون فيه الجو معتدل، ما يكونش الجو برد شديد. بعد كده هروي وهروي ري غمر وهحافظ على رطوبة التربة دي، التربة دي ضروري تفضل رطبة لحين ما تبدأ عملية الإنبات. أشعة الشمس المباشرة مش عامل أساسي لإنبات بذور التين. بعد ما انتهيت من الري الغمر هغلف الأصيص بكيس بلاستيك. هنفتح على بذور التين عشان نشوف عملية الانبات. هنا ما شاء الله بذور التين نبت عندي بذرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وستة، وفي المرحلة دي مش هنغطي القصيص مرة تاني، هنبدأ نعرضها لأشعة الشمس. التربة لأن لسه مازال عندي فيه بذور بتنبت، فبالتالي مش هقدر إن أنا أقلب سطح التربة عشان ما أضرش بالبذور اللي لسه ما نبتتش. هنا بذرة بتنبت أهي، وهنا عندي لسه كمان بذرة تاني بتنبت. فبالتالي لو جيت قلبت سطح التربة هضر بالبذور لسه ما نبتتش.